إكرامي بيثور على البدري ويرفض دكة البدلاء. خرج شريف إكرامي حارس مرمى كرة القدم بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة المصري البورسعيدي على الجولة في الجولة الـ 11 من الدوري العام المصري المقرر ليها غدا الثلاثاء. إكرامي عقد جلسة مع حسام البدري في مران الأمس وطلب منه المشاركة أمام المصري وهو ما رفضه البدري، وطلب البدري من إكرامي احترام وجهة نظره وهو ما أغضب إكرامي. طيب بالمناسبة بس عشان الكلام هيكتر في هذا الموضوع خلال الفترة اللي جاية، من معرفتي بشريف إكرامي، شريف إكرامي من الناس اللي بتجتهد من خلال وجودها في الملعب. خلينا بقى نتفق ان هو اخطا كثيره خلال الفتره اللي فاتت خسرته وخسرت فريقه كتير، لكن انا ما بتكلمش على كده، انا بتكلم ان هو كلاعب حصل معاه نفس الموقف ايام مارتن يول وقعد فتره لغايه لما الكابتن حسام البدري رجعه وخلاه يبقى الحارس الاساسي لفريق النادي الاهلي. ولكن الشناوي دلوقتي يعني لو شريف هيفكر هو بيفكر كده ان الشناوي ماشي بشكل جيد جدا النهارده، كل جمهور الاهلي بيشيد بالشناوي، كل الناس بتشيد بمحمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي، ماشي بخطى ثابته، من حقه ان هو ياخد الفرصه، من حقه ان هو يكمل طالما ماشي بشكل جيد. وانت يا شريف لازم تتمرن كويس وتجتهد كويس وتسيب موضوع اللعب وعدم اللعب ده للمدير الفني، لان انت اخطات مره ولعبت، اخطات الثانيه ولعبت، اخطات الثالثه ولعبت، مفيش مشكله. زي ما انت في نفس الوقت شلت النادي الاهلي في اوقات كتيره لان ده دورك، والاخطاء وارده من لاعب كره القدم. امتى بقى تلعب او ما تلعبش دي حاجه تخص المدير الفني، المدير الفني هو اللي بيقرر مين اللي يلعب ومين اللي ما يلعبش. عشان كده شريف اكرامي من العقليات اللي بتفكر بهذا الشكل، ان هو الملعب هتمرن، هموت نفسي في التمرين، هيبقى فيه اصرار علشان ارجع العب مره اخرى، لان يعني هو اكيد بيفكر في كده، ان انا لو ما لعبتش الفتره اللي جايه، يعني احنا دلوقتي بنطالب بايه؟ بمحمد عواد ان هو يلعب في منتخب مصر خلال الفتره الجايه في المباريات الوديه اللي جايه. ليه؟ لان شريف اكرامي ما بيلعبش واحمد الشناوي زي ما حضراتكم شايفين، وبالتالي محمد عواد ياخد فرصه بقى، فهو اكيد بيفكر نفس التفكير. ما هو انا مش بلعب يبقى معنى كده ان انا ممكن ما اروحش منتخب مصر، يبقى معنى كده ان انا ممكن ما العبش في كاس العالم او ما اروحش كاس العالم ده يعني. وزي ما قلت لحضراتكم كاس العالم، زي ما قلت لكم قبل كده، كاس العالم بالنسبه لاي واحد في الدنيا ده يعني امل حياته يعني. فاكيد هو بيفكر بهذا الشكل. فانا مش من انصار او من الناس اللي شايف ان شريف اكرامي مش هيعمل مشاكل خلال الفتره اللي جايه، هيقعد وهيجتهد لان العقل بيقول كده.